الحمر. في هذا الفيديو سنجري اختبارا بسيطا للسمع. إذا اتضح وجود مشكلة في سمعكم سيكون من الأفضل استشارة الطبيب. نبدأ الآن اختبار صغير ولنرى متى ستسمعون الصوت. ولا تنسوا أن تكتبوا في تعليق كم صوتا سمعتم. 5 4 3 2 1 0. الذين يسمعون هذه الطبقة من الصوت هم على الأغلب حيوانات مثل الكلب والخفاش. 150. ليس مستحيلا أن يسمع هذا الصوت أحدا، ولكن قليل جدا من يسمعون هذا الصوت. لو سمعتم هذا الصوت فأنتم لديكم ميزة خاصة، فآذانكم سليمة للغاية، أنتم أناس خارقون، حقا الأمر يستحق. 140. من يسمعون هذا الصوت لديكم آذان خارقة، لأن الأشخاص الطبيعيين لا يمكنهم سماع هذا الصوت. سمعكم سليم بقدر لا تتخيلوه، كونوا واثقين من هذا. 130. يجب أن تكون لديك أذن سليمة جدا لكي تسمع هذا الصوت، ولكن ليست علامة سيئة ألا تسمع هذا الصوت. 110. عندما نأتي لهذا المعدل فإن سماعكم هذا الصوت طبيعي، فأغلب الأشخاص الطبيعيين يستطيعون سماع هذا، وسيقول الدكتور أنك سليم جدا. ولا تنسوا، سماعكم للأصوات فوق 100 دليل على صحة وشباب أذنكم. 90. لو بدأتم تسمعون الصوت عند هذا المعدل فيجب أن تخضعوا لاختبار السمع. 80. يمكن أن يكون هذا المعدل مناسب، وحتى هذه اللحظة لا يوجد مشكلة خطيرة، لكن في المستقبل من الممكن أن تفقدوا السمع، ويمكن أن تمنعوا هذا بمتابعة الطبيب. 70. من بعد 70 بدأتم تسمعون، قد تكون هذه علامة سيئة، يمكن أن يكون هناك ضررا في سمعكم. لا تستهينوا بعدم سماعكم هذا، قد تتحسن حالتكم إذا بدأتم العلاج الآن. 60. إذا سمعت الصوت من بعد 60 فهذا يعني أنك رجل عجوز أو امرأة مسنة، لأنه من يسمعون طبقة الصوت هذا يعني أن حالتكم سيئة جدا ويجب عليكم استشارة الطبيب. 40. إذا سمعتم بعد 40 فيجب عليكم أن تذهبوا للطبيب، فأذنكم ليست سليمة. لو كنتم فوق سن 90 فلا داعي لذهابكم للطبيب، لأن من هم في هذا العمر لن يسمعوا إلا بعد معدل 40. إذا كان يسمع جيدا وبعد 40 لا يسمع فهذا قد يكون خطيرا. 20. وصلنا للـ20. لو لم تسمع بين الـ20 والـ10 صوتا عاليا فالوضع سيء للغاية، عليك استشارة الطبيب لصوت